مشاهدينا أهلا بكم، كيف الحال؟ هناك أنواع كثيرة من الرهاب اللي كتعيق الإنسان في الحياة ديالو، ما كتخليش كيعيش بواحد الشكل وطبيعي. أحيانا تعيق كذلك الطموحات ديال الإنسان بحال رهاب الميادين أو اللي كيسميوه الأخصائيين بلاغوغافوبي. شنو هو هذا الرهاب؟ كيفاش نتعرفوا عليه؟ شنو هي البوادر الأولى ديالو؟ وكيفاش ممكن تجاوزوه؟ هذا هو موضوع هذه الحلقة. دكتور أنور رضا، صباح الخير. صباح النور عزيزة. ألوغ قلتي لي أن الرهاب من بين المشاكل اللي كتشوفوها بزاف عندكم يوميا في الممارسة اليومية ديالكم، العمل ديالكم كطبيب نفسي، يعني وبزاف ديال الناس عندهم مخاوف من أشياء اللي هي غير منطقية. فسرنا شحال من مرة هذه المسألة الرهاب، وتنبغي تركزوا عليها لأنه بزاف ناس كيعيشوا الرهاب ما عارفينش راسهم باللي كيعيشوا، وبزاف ناس ما عارفينش بأن الرهاب ما كيكونش بوحده، كيكون معاه رهاب واحد آخر وكيقدر يؤدي للاكتئاب. فلذلك وجب التنبيه بهذه المسألة هذه. هادشي علاش اليوم غادي نهضروا على هذا رهاب الميادين أو اللاغوغافوبي. كنلقاو أن كاين بدرجات متفاوتة، ولكن أنت شنسميه رهاب؟ كاينين بزاف الناس تحدوديين، تيقول لك أنا ما تنبغيش جمعة بزاف، أنا ما تنبغيش نبان قدام الناس، أنا ما تنبغيش نبين حياتي مثلا قدام الناس، خاصة دابا ملي كنهضروا على لي ريزو سوسيو كاين كذلك رهاب اللي متعلق بلي ريزو سوسيو. فأنت شغنسميوه رهاب الميادين؟ واش ملي كيكون الشخص غير هكذا حشمان وحدودي، أو لا فريمون ملي كيطرح مشكل في الحياة ديالو؟ رهاب الميادين باش نعرفوه مزيان للناس، راه هو الخوف من البعد عن المنزل ولا عن المنطقه اللي فيها الحمايه. تبدل الانسان غادي يلقى واحد الصعوبه انه يبعد على داره، يمشي لشي بلايص بعيده على داره، ولا يكون في واحد الاماكن اللي كبيره اللي في حاله ادامه جاتو شي حاجه ما غيلقاش فين يهرب وما غيلقاش كيفاش يهرب. هما لي زونغون اللي فيهم لا فول، وغايقول لك ما نقدرش نمشي لي مول الكبار وداكشي، لا قدر الله وقعت لي شي حاجه، ملي غنبغيو نهربوا غيتسدوا البيبان وغنتخنق وغادي تشوف عليا شي حاجه. الخوف فقط على هذه المساله ديال الامان، ديال الامان اكزاكتومون، ماشي يعني ماشي من نظره الناس، من نظره الناس هي الرهاب الاجتماعي. نعم. ولكن رهاب الميادين كيتخصص في هذه القضيه، ان شحال ما بعد من 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 دارو شحال ما كاين مشكل. سو دير كو كاينين بعض الناس اللي ما غاديش يفوت واحد البيريمتر ديال 1 كيلومتر ولا 2 كيلومتر على دارو، با بلوس، ما يقدرش يبعد. سو دير الا قلتي ليه نمشيو غير لشي كارتي اخر في مدينه الدار البيضاء، ما غاديش يبغي وغادي تشدو الخوف. هذا الشيء كيقدر يبقى يتطور كان الى وصل لاقصى حد ديالو، المريض يقدر ما يخرجش من الدار وما يقدرش مازال يفوت باب الدار اكزاكتومون، وكيولي في العزله لان اشاك فوا غيبغي يخرج غيجيوه نوبات الهلع، غيخلعوه بزاف، ما غاديش يقاوم وغيولي عنده واحد الحاجز. هذاك الحاجز هو اللي قلتي علاش وامتاش نقدروا نداوي وغنقولوا باللي مرض. ملي كيولي هذا الرهاب الميادين داير لنا عائق في حياتنا، ما كيخليناش نمشيو عند العائله نديروا صله رحم، ما كيخليناش نخرجوا نفوجوا، ما كيخليناش نمشيو لخدمتنا. ديك الساعات غادي يرغم عليك العزله، والعزله غتزيدك في القلق وغادي تؤدي به الاكتئاب. نعم. وغيوليو بزاف ديال الناس اللي كيقول لك راه هو ما بقاش كيخرج، ولكن فاش غنشوفوا العمق نلقاو بلي عنده هذا الرهاب، رهاب الميادين هو اللي داير ليه العائق من الخروج. حنا باش نعرفوا هذا رهاب الميادين او التسميه للاغوغافوبي، الاسم اللاتيني ديال لاغوغا هو هذاك المكان اللي معروف عند، يعني كان معروف عند في عهد الرومان كنظن ولا اليونان، اللي داير بحال هكذا بحال المسرح، كيدخل واحد الوسط وكيتكلم. من هنا منين جات التسميه دكتور؟ كيلقى الراحه ديالو، كيلقى مكان اخر لاليس ديالو في هذاك لو سيكتور اللي هو محدد في دماغه. سيكتور كيقول لك حيت الفرق الا مشى مثلا 1 كيلومتر ولا 2 كيلومتر بالنسبه ليه هذيك المسافه امنه، لا قدر الله وقعت شي حاجه غيرجع للدار ديالو، دونك ديما عنده المركز ديال السيكوريتي ولا ديال الحمايه هو البيت ديالو. دونك البعد من البيت ولا البعد من منطقه الامان
الاهمال كيخليه يكون عرضه اكثر لنوبات الهلع وكيؤدي به للتجنب. داكشي علاش بزاف ديال الناس ما غايقدروش يسافروا، ما غايقدروش يركبوا في لي موين ترونسبور، ما غاديش يقدروا يمشيو يديروا يعزيو الناس ولا يديروا صله الرحم، يعني حيت عندهم الخوف الشديد من الابتعاد من منطقه الراحه. نعم. وهذه طبعا كتخلق مشاكل في العلاقات ديال الانسان، مشاكل مع راسو، بعض المرات ما كيمشيش هو ما يقدرش يمشي بعيد في حياته لانه تيبقى محصور. الوغ شنو هي البوادر الاولى ديال هاد لاغورافوبي، يعني باش ما نخلطوهاش مع فقط واحد الانسان بغى تقار ولا هذا؟ شنو امتاش نقولوا اتونسيون هاد الشخص راه يقدر يكون مصاب بلاغورافوبي؟ لاغورافوبي ولا هاد رهاب الميادين ولا رهاب الخلاء امتاش تنقدروا نعرفوه؟ ملي كيكون مرافق بنوبات الهلع في ليكسبوزيسيون. صافي فاش غنشدوا هذاك السيد وغادي نقولوا ليه تبعد على دارك، ملي غيبدا يبعد غتبدا تطلعوا الخلعه والترعيده وقلبه غيبدا يضرب، وغيجيو واحد المجموعه من الاعراض ديال نوبات الهلع. وغادي يكون عنده واحد لي كرويونس وواحد المعتقدات ان الصحه ديالو ولا هو كله مهدد بخطر، حيت تقدر توقع عليه سكته قلبيه، تقدر تجي اون كريز، يقدر يتخنق، يقدر يطيح، وهذا الشيء بعيد على منطقه الراحه ديالو. داك الشيء علاش الا ما كانش مرافق لنوبات الهلع ما غاديش يكون عندنا ان بروبليم، غادي نقولوا باللي كاين واحد الناس حدوديين ما كيخرجوش بزاف، ولكن لا قدر الله بغى يمشي للمول ولا بغى يمشي للبحر راه يقدر يمشي ويعيش هذيك اللحظه ويرجع بلا ما تكون معاناه نفسيه. ولكن ملي كتولي المعاناه النفسيه وليفيتمون الانسان كيتجنب ولا كيقلب على رفيق، صافي دير كاين شي ناس اللي ما غيمشيش للمول حتى يكون معاه الرفيق، هذاك الرفيق هو لو كومبورتمون دو سيكوريتي، ان الحياه ديالو كامله كتولي مبنيه على واحد شخص اخر، دونك يولي عنده واحد العائق في الاندماج، واحد العائق في التواصل. نعم. واحد العائق في الحريه اليوميه وكتبدا معها المعاناه النفسيه بصمت. انتاش تقريبا كيتصاب به الانسان يعني في السن؟ واش لان كنشوفوا انت كتكلم هكا كاين بعض الاطفال اللي هكا ما يبغيش يمشي لواحد البلاصه وهو بوحديته، مثلا خصو دائما مرافق او لا حتى مراهقين وشباب مثلا تلقاو الفتيات ما تيقدوش تمشي لواحد المكان عام بوحديتها، دائما خصها الصديقه ديالها اللي تكون حداها ولا شخص ولا الام ديالها ولا باش تمشي لواحد البلاصه. واش هذه نسميوها رهاب ولا نسميوه فقط سلوك؟ هو دائما في الاول كيكون ان كومبورتمون لانه هو واحد السلوك، وفي الاول كيكون مبني على الخوف، والخوف هو مدير باش يحمينا من المصائب من لاغريسيون، دونك سي نورمال يكون عندنا شويه ديال الخوف. ولكن ملي كنشوفوا كيفاش كيتصاوب هذا لو تخوبل، الا شفنا الام والاب، الام غالبا كتكون عند الحمايه والوقايه، ولكن الاب الدور ديالو هو ايكيليبري مع الوليدات ديالو، انه يخرجهم الزنقه، يبعد معاهم على الدار، يكون معاهم كرفيق باش الانسان ما يوليش يصوب واحد المعتقد ان شحال ما بعدتي على الدار سي ان دونجي وخطر وما خصكش دير هذا التصرف. هذوك المعتقدات، لان المريض فاش كنشوفوه كل مريض عنده واحد المعتقد خاطئ على البعد عن المنزل، دونك هذاك المعتقد راه مصوب عنده واحد ليستواغ، ايستواغ عائليه، الام ديالو، الاب ديالو، داكشي اللي كيبقاو يعاودوا ليه دارهم، الا بعدتي غيخونوك، غيخطفوك، غيخونوك. يعني هذا واحد المعلومات اللي تخزنات وخلقات هذا النوع ديال الخوف. اللي خلقات واحد المعتقد، وهذاك المعتقد عطى مجموعه من الافكار اللي ولدت عندنا الهلع. معتقد مرتبط بالدين بلوتو اعتقاد. اعتقاد اكزاكتومون، يعني اعتقاد راسي. كرويونس اللي هو صوبناه. كي دوفيان ليميتون. ولكن حنا كنصوبوا عند هذاك الطفل، لان الطفل ما كيختارش. دونك هو كيتبع لو موديل سوسيتال اي فاميليال. دونك كاينين بعض العائلات اللي غتلقايهم ولادهم زاعمين لانهم كيخرجوهم كيقول لي سير قدامي انا موراك يلاه معايا، وكاينين وليدات اللي كتقول لك ولدي مربي غير المدرسه الدار ما كيخرجش. هذه راه كاين مشكل كبير، لان ما عرفاش ان الا عنده واحد القابليه بيولوجيه وجينيه هذا التصرف يقدر يرجعو فيلنيغابل اكثر، ولا قدر الله وقع شي حدث شي مره غادي يتزاد هذاك الخوف وغتولي المواجهه صعيبه بزاف. نعم. دونك ودي لي عائق من بعد. وشنو الفرق بين واحد الشخص اللي هو عنده كيعاني من رهاب الميادين مثلا او حتى رهاب اجتماعي لان قريب ليه شي شويه، وشخص حدودي؟ تنقولوا هذاك الشخص حدودي ولا بيتوتي تيبغي يجلس في الدار وهذا، دونك كيفاش نديروا الفرق بيناتهم؟ باش لان بعض المرات حنا كنحاولوا نديروا لا فولغاريزاسيون ديال هذه المعلومات هذه عند الناس كي بعض المرات كيديروا التشخيص بوحدهم. واحد الشخص اللي باغي تيقار
مرتاح في واحد المكان وحتى لو وقع غادي يمشي لواحد المكان اللي فيه الناس ما عندوش مشكل ولكن شخص اخر يقدر يحكم عليه بانه راه عنده لاغورافوبي ولا عنده رهاب اجتماعي الى غير ذلك. دونك كيفاش نفرقوا بين شخص حدودي وبيتوتي وشخص اللي عنده رهاب؟ هو مزيان هذه النقطه هذه لان لوطو دياغنوستيك والتشخيص الذاتي في الطب النفسي دائما كيلاندي اون ايرور وكيقدر يخلي هذاك المريض حتى هو يجمع المعلومات والافكار وياخذهم وهو خاطئ على راسه ويولي عنده داك لو سيندروم انه كيمرض راسه وكيقتنع بواحد المرض اكزاكتومون وكيولي يعيش هذاك الشيء حتى لو كانت واحد الهشاشه في البنيه ديال الشخصيه ديال هذاك الطفل وكيستعملها كوقايه وانا يا مريض وانا ما هذا مي الانسان حدودي سي ان تري دو كاركتير وواحد الطقوس اللي كتكون مصوبه من الطفوله وكيكون الطفل عنده واحد الميول للعزله كنقولوا الي انتروفيرتي ولكن لا يمانع انه يمشي معك عند الناس يمشي معك للبحر يبعد على دارهم ويقدر يديرها بلا ما تكون عنده معاناه نفسيه صافي دير كيديرها وهو مرتاح. باغ كونطخ فاش كيكون رهاب الميادين فالبعد عن المنزل يشكل خطر ماشي كاع الناس ما كيبعدوش على ديورهم ولكن كاين اللي غيبعدوا بمعاناه نفسيه ولا بالاستعانه بصديق دونك اون فوا كيولي لو كومبورتمون دو سيكوريتي ولا المعاناه في المواجهه ديال البعد عن المنزل ولا البعد ولا الخروج للاماكن العامه وكتكون واحد المعاناه اللي ماشي دائما ظاهره واحد المعاناه تقدر تكون باطنيه والانسان كيخبيها صافي دير حنا بالمرات راه كيجي شي عاد كيقول لك اه راه كنمشي ولكن راه الله ربي اللي عالم بيا راه يدي كيعرقوا ليا وكنبدا نتسنى غير امتى ندخل للدار وحنا عند بالنا راه هذاك الخرجه سي ان مومون دو بليزير دونك كاين فرق ما بين نمشي وانا مرتاح ونمشي غير مره مره حيت انا حدودي ونمشي بواحد المعاناه نفسيه وذاتي كل هذا التفاعل بافراز ماده النورادرينالين والادرينالين ونرجع عيان ومسخسخ واخا كنديرها صافي دير انا ما مرتاحش دونك هنا فين كاين الفرق ما بيناتهم هو واش كاينه راحه نفسيه ولا كاين عذاب نفسي واش كاين تاثير على الحياه اليوميه والعمليه ديال هذاك الرهاب على ذاك الشخص ولا كيعيش حياته بشكل عادي. نعم الوغ ضروري ما نتكلموا على واحد المشكل الا غنقترحوا علاج او لا بون نقترحوا شنو كاين في هذا المجال مادام انت طبيب واخصائي يعني وكتشوف ناس اللي كيعانيوا من هذا النوع ديال الرهاب يوميا تقريبا العلاج شنو هو؟ هو عباره عن ماذا؟ واش طويل ولا ماشي طويل؟ واش مكلف ولا ماشي مكلف؟ واش علاج يعني يجدي؟ واش كيعطي نتائج اللي هي يعني الانسان كيتخلص ديفينيتيفمون من هذاك الرهاب؟ احكي لنا. تمام دونك العلاج ديال الرهاب ولا هو اضطراب القلق واضطرابات القلق هي تعالج على حسب الحده ديالها تقدر تكون تعالج بجلسات العلاج المعرفي السلوكي اللي الهدف ديالها هو ليكسبوزيسيون في لي سيونس من الحصه الخامسه حتى الحصه 12 كتبدا ليكسبوزيسيون يعني تعريض هذاك الشخص للاماكن البعيده عن المنزل وكيكون في هذوك اربعه ولا خمسه الحصص الاولين خدمنا على الطرق ديال لا جيستيون دي زيموسيون والقلق وطرق التنفس وخدمنا على المعتقدات الخاطئه اللي عند هذاك الشخص. يعني هذا علاج ما كيحتاجش الادويه لا هذا علاج معرفي سلوكي بدون دواء على حسب الحده كاين كيف ما قلنا القلق الميادي رهاب الميادين الا بقى الى تطور غيؤدي بالشخص للعزله وغيولي عنده اكتئاب بعد المرات الا جانا الانسان عنده رهاب الميادين واكتئاب ديك الساعات غيخص ضروري بعض الادويه كاينين بعض الناس اللي كتكون عندهم القابليه انهم يتونجاجاو في العلاج المعرفي السلوكي ويستثمروا فيه ماديا ومعنويا وحتى الوقت وكيديروا المجهود وكاينين الناس اللي ما تيقدروش يقول لك انا هذا الخوف هذا ما يخلينيش ندير حتى شي حاجه باش نرجعوا لهذ الاعتقادات هاد الاعتقادات الاعتقاد في ان العلاج المعرفي السلوكي هو دواء فعال بعض المرات كيكون واحد الاعتقاد خاطئ كيقول لك لا سيدي واش انت بالهضره غادي تداويني اشنو غادي تبدل فيا راه كاينين الناس اللي باقي عندهم ان بلوكاج في الاعتقاد على الجلسات ولا على العلاج المعرفي انها غير مجديه ديكو ما كي تقول لك انا ما عندي حتى مشكل ما عندي ما نعاود لك يسحب لي ما غيقصوا يبقاو يعاودوا هذاك الشيء تمام دونك يفرقوا ما بين العلاج المعرفي السلوكي ولا بسيكاناليز ولا بعض العلاج
العلاجات الاخرى. دونك رهاب الميادين كيتعالج بالعلاج المعرفي السلوكي. فقط غير بين قوسين العلاج المعرفي السلوكي و سو سون دي زيكزارسيس يعني تمارين كتخدم واحد العلاج ديناميكي. نعم. اكتيف فيه الحركه فيه التجاوب فيه التمارين فيه الاكسبوزيسيون وفيه واجبات منزليه واجبات منزليه وتمارين اكزاكتومون الاخصائي النفسي وكيصححهم معاك وكيشوف كل نهار فين تبلوكيتي شنو الاعتقاد على الدماغ ديال الانسان وعلى اعتقاده وعلى طريقه التفكير ديالو فواحد الموضوع تماما على الافكار والمعتقدات ديال هذاك الشخص اللي تبناو ليه فواحد العمر وما وترسخوا ليه. دونك العلاج كيكون يا اما الجلسات يا اما الدواء والجلسات. نعم. والدواء بعض المرات يقدر يكون مده قصيره محدده ولا يقدر يكون مده مطوله على حسب واش كاينين دي كوموربيديتي بسيكياتريك ولا امراض اخرى مرافقه لرهاب المعده. نعم. وفقط غير يعني بين قوسين هذا التي سي سي هذا العلاج المعرفي السلوكي اضافه لواحد لو ام دي ار واقيلا كيتعتبروا الان من انجع العلاجات يعني اللي كي شويه صافي الاضطرابات القلقيه والاضطرابات من بعد الصدمه ديال هذا النوع ديال الاضطرابات. الوغ شكرا بزاف دكتور انور رضا للحديث. بقيه وغادي نعرفوا تفاصيل اخرى لان هذا الرهاب ديال الميادين هو اشكال متنوعه وكذلك درجات حده اللي هي مختلفه. ففي العشيه ان شاء الله غادي يكون معايا الدكتور انور رضا باش يزيد يعطينا تفاصيل اخرى على الموضوع. كم سائل كان واحد الشخص كيعاني مثلا من بوادر هذا الرهاب هذا يبتر بنفسه ياك ويعرف شنو الخطوات اللي ممكن يقوم بها باش يتجاوزوا. دونك من جوج حتى لاربعه مباشره على امواج راديو دوزام. شكرا. من جوج ونص حتى لاربعه مباشره على امواج راديو دوزام. شكرا لكم والى اللقاء.